أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في هذا العدد الجديد من برنامج نافذة بعيون مهاجرة. هذا البرنامج الذي يستضيف لكم في كل عدد ضيف وضيوف يمتلكون قدرات في مجالات عديدة، نحاول في هذا البرنامج أن نعرف بهم وبطاقتهم. اليوم نستضيف لكم ضيفة تحمل في أناملها موهبة متميزة جدا، هي تحول من الخيط والإبرة ألواحا فنية مبدعة. إضافة إلى هذا فهي تكتب القصة القصيرة. سعيدة جدا ونتشرف جدا باستضافة السيدة فاطمة بالمختار التي تشرفنا في هذا العدد. مساء الخير سيدة فاطمة بالمختار، فنانتنا اللي راح تكون معنا طيلة هذه السويعة من الزمن. وعليكم السلام ورحمة الله، ومرحبا وأهلا وسهلا. أهلا بك ومرحبا بك وبكل يعني هذه الألواح اللي راهي ترافق فيك من الخلف، اللي راح نتعرفوا عليها اليوم، تعرفين عليها على موهبتك هذه، يعني اللي حقيقة أبهرتني، يعني أنا كشتها أول مرة أعجبت بها كثيرا. حنتعرفوا عليها أكثر والمشاهدين الكرام يتعرفوا عليها وعلى هذه الموهبة. بداية نبدأ عن سيرتك للمشاهدين الكرام. السيدة فاطمة بالمختار هي من مواليد 49 900 والألف بالعرائش، درست هناك المرحلة الابتدائية والإعدادية، وبعدها التحقت للسلك الوظيف العمومي حيث اشتغلت كموظفة في البلدية هناك، وفي نفس الوقت كنت يعني ترسمين هذه الرسومات الجميلة وتكتبين القصة القصيرة. مرحبا مرة أخرى سيدة فاطمة، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا، بارك الله فيك، ومرحبا وأهلا وسهلا. إذا السيدة فنانة فاطمة بالمختار، قبل ما نبدأ ونتكلم على سيرتك الذاتية، يعني الحياتية، كيفاش عشتي وكيفاش كبرتي وتعرعتي في العرائش وهذا الفن والموهبة، نبدأ من الوالدين. هل هذا الفن كان عنده علاقة مع العائلة، مع الوالدين، أم أنه يعني أنك تمتلكين هذه الموهبة وحدك، هكذا جاتك هذه الموهبة؟ هذه الموهبة كانت من الوالد، الوالدة كانت كتحب بزاف الخياطة، هي ما كتعرفش، ولكن كانت أولادها كاملين كان خاصها تعلمهم الخياطة والطرز، يعني يتعلموا الصنعة، كانت دائما في مخها يتعلموا الصنعة، دائما يتخيطوا ويطرزوا، يعني ما يمشيوش مثلا للتزوج ولا شي حاجة، يقعدوا يمشيو هنا يمارسوها في الحياة ديالهم، من يحتاجوها من يقدر يكون منا دخل، مثلا يقدروا يخيطوا للناس، يطرزوا للناس، وهكذا. الوالدة الكريمة كانت خياطة؟ لا، لم تكن خياطة، ولكنها كانت محرومة من الخياطة، ما بغاتش تحرم ولادها، ولادها خصهم يتعلموا، هي ما كانتش كتعرف، ولكن ولادها كلهم تبعاتهم من الطفولة، من الطفولة، من المدرسة المعلمة الخياطة، من المدرسة، أي كلنا البنات كاملة، احنا خمسة بنات كلنا من المدرسة إلى العلمة، ومن العلمة والعطل كندوزوها كنتعلموا الخياطة، العطل الصيفية كاملة كنمشيو عند المعلمة نتعلموا الخياطة والطرز. ما شاء الله، يعني من الصغر تعلمتي الخياطة؟ من الصغار كنخيطوا، كلنا كنخيطوا، نعمل المسائل كامله، يعني الابره دائما في يدنا. صحيح. واش كنتوا تخيطوا يعني في الصغر؟ نوع الخياطه اللي كنتوا تخيطوها المسائل اللي كتهمنا، مسائل اللي نخيطوا مثلا حوايجنا، مثلا شي حاجه تقطعت نخيطوها، شي حاجه خاصه تزاد ولا تنقص، روادي تنقص، الفلطات تنقص، اي حاجه فيها نقص ولا زياده كنا كنعدلوها بلا ما حيت كانت الدراسه، كنا كندرسوا، ما كانش الوقت باش يلا نتعلموا خيطوا صافي.
احكي لنا فاطمة على طفولتك، كيفاش كانت الطفولة في العرائش؟ يعني وين بالضبط؟ طفولتي كانت في العرايش في حومة الناباس. كانت فترة الطفولة كانت الأرض بزاف، الأرض كانت فارغة بزاف، كنا كنلعبوا داك شي ألعاب ما كناش دابا، يعني تفننا في الألعاب، لعبنا مزيان ونشطنا. مثلا فاطمة، ذكرينا شوية ألعاب اللي كانت بكري. ألعاب كنا كنلعبوا ديك الصور الصور المقوصة اللي كنا كنعملوا لها، يعني ميريكتينات كنا كنعيطوا له اسم ميريكتينات. كاينه ملاقف، الملاقف ديك 5 ديال الحجيرات، كان هذا كاينه كراكور ديك المربعات كنقزوا عليهم، هذا كاينه واحد اللعبه ديال البلاد اللي كيكون الارض فاسقه شويه كتقطعي المشواق هذاك العود ديال هذا، وكتبقاي تضربي، انت كتضربي وانت كتاخدي الارض، انت كتضربي وانت كتاخدي الارض مع البنت الاخرى، وحده الغالب والمغلوب، اللي كيغلب كيدي. كانت الجري، الجري كانت هذا الشريط، الشريط يعني قبل لعب الشريط كدوري القفز الشريط وهذاك الشيء، وبزاف الالعاب كانت في الطفوله عندنا، الالعاب كثيره. ما دابا لا، ما دابا في الوقت والو ما كايناش صحيح. بكري كانت الألعاب كانت ألعاب رياضية، يعني كانت فائدة فيها، كانت هي موسمية في الشتاء اللعبة، في الربيع اللعبة، في ما كتكون الحرارة بزاف اللعبة، كانت على حسب الفصول. صحيح. تذكري شوية الصديقات وأصدقاء اللي كانوا معك في هذه المرحلة، الجيران ولا اللي يقراوا معك في المدرسة؟ كانوا بعد العيال الجيران وبعد العيال اللي كيقراوا معايا، كانت تربطني معاهم صداقة في المدرسة، وكاين بعد الجيران وديك شي قليل، كانت فينا شويه مزيره، كان شويه ديال كاينه شويه ديال الحكم، ما كاينش ديك نلعبوا شويه في الباب وندخلوا، ما كانش الحوطه السنايده. وبعدها من الابتدائي رحت المرحلة الإعدادية، ايه فين هذه المرحلة؟ ايوه، المرحله كانت شكل على، يعني كانت في ابتدائي كنا لباس ابيض، كلهم لباس ابيض. من طلعنا للاعدادي كان واحد لباس لباس موحد، يعني لباس موحد موحد. ابيض. من طلعنا للثانوي كانت واحد لباس ازرق، ازرق مغلوق وتحته قميص ابيض، يعني هذا بلا كمام، يعني هذاك الفوقاني وقميص هذا. وكانت القسم فيه كل مره كيجي معلم، ماشي معلم ديال الرياضيات، معلم ديال التربية الإسلامية، معلم ديال الرياضة، كل مرة يعني ماشي بحال دابا العيال كيتنقلوا، حنا ما كناش كنتنقلوا، حنا المعلمين كيجيو عندنا، كل معلم كيجي ديال الحصة ديالو كيعملها وهكذا. وتتذكري شويه اسماء ولا لا تاع الاساتذه اللي درسوك، ولا الاستاذ والاستاذه اللي بقاو يعني راسخين عندك في الذاكره ديالك؟ كاينه معلم ابتدائي القطبي سميتو، هذاك مات من حق قطبي. ربي يرحمه. كاينه الخمال، استاذ الخمال، خمال ابتدائي. كاينه الاساسي ديال الفوق، كاينه مسكين هذا سويحلي عاد مات مؤخرا، كاينه عندك القديري كان محتسب وفي نفس الوقت استاذ، وكاينه اخرين بزاف، شي ما بقى، شي مات، شي يعني بمات رب وليا وعايش، ربي ان شاء الله يجازيه على العمل النبيل. أيه نعم. وش من الشعبة كنتي سيدة فاطمة؟ لا كانت من الشعبات، طلعنا من المر بلوبي، كانت شعبة، ما كانش عندنا تو شعبات، كنعملوا كل شيء، كانت كل شيء، ما كانش كل عندنا شعبات حتى المر بلوبي. هذيك السنة المروبي صافي، مر بلوبي صافي. انت فضلتي تروحي الحياة العملية. لا، الحياة العملية جاتني على بدون قصد، الحياة العملية جاتني بدون قصد، ماشي من غير الوظيفة، ماشي الوظيفة. أنا في الفترة ديال ديك البروفي
وقع الزواج وموراها وقع الفراق وموراها جئت بطفل، وبعدها عاد شفت الحياة العملية وهي الخياطة، هي الخياطة عن طير، عن طير عن طير، هي عمل وفي نفس الوقت هي ماشي، هي عمل بأجرة، العمل بأجرة عن طير. كمهنة. جلست واحد المدة طويلة في الخياطة هيداك، وكنت في نفس الوقت كنت كنتعلم الدكتيلو، أنا كان نخيط وفي نفس الوقت كنمشي نتعلم الدكتيلو مخبعة، الدكتيلو. احتاجت مباراة، ايوا احتاجت مباراة بلدية. سيدة فاطمة، كيفاش مخبعة يعني؟ احكي لنا، احكي لنا شوية. كان هرب من الصنع، ماشي من الفترة اللي غادي نمشي مثلا نتغدى ولا شي حاجة، تما كنمشي نتعلم الدكتيلو وكنجي. يعني ساعة نخرج مثلا الوحدة حتى الربعة، في ديك ثلاثة الربعة كنتعلم الدكتيلو وكنجي. يعني الوقت الفراغ كنت تستغليه باش تعلمي ايوه صافية مليح. الدكتيلو، تعلم الدكتيلو العربية وفرنسي، قبل الشواهد الفرنسية والعربية. هي من موراها جات ديك هاد المباراة، جات مباراة البلدية، جاب ربي التيسير، دخلت موظفة في البلدية. خدمت، دخلت تعاون التنفيذ موراها، كاتبة. من اللي خرج كاتبة ممتازة. ايوا صافي، التقاعد دابا انا متقاعدة. من سنة اللي خدمتي في كموظفة في البلدية؟ ها شحال من سنة؟ شحال المدة؟ 30 سنة، يعني 30 سنة. 79 نخرج 2009، في 2009 30 سنة، 30 قضيتي سنة. صوت كبير في البلدية. اه 30 سنة. ايوه ذكرياتك في البلدية، يعني ربما مواقف اللي وقعت لك في البلدية، أشياء تتذكريها مع الزملاء، مع وكانت حياة عندي هادئة، من ضمن أنني ما كنفوتش الكلام بين الأصدقاء، الكلام العادي كانت كنتكلموا مثلا على الأسرة، على العيال، على هذا صافي. وفي نفس الوقت كنقرا، في نفس الوقت في ديك الفترة ديال لما كنكون شي العمل كان سالي، دائما جريدة في يدي، مجلة، قصة، دائما ما كنبقاش ندورش في الخوا، دائما في ديك الفترة كنقرا أي حاجة جاتني كنقرا. إذن هوايتك سيدة فاطمة هي المطالعة. مطالعة مطالعة، ما كان في حتى شي حاجة، جريدة، قصة، كتاب. ديك الفترة يعني فترة ساليت عمل ديالي شي كتاب، ساليت آخر الخدمة ديالي شي كتاب، دائما هكذا إلى أن وصل هذا الوقت اللي فيه جميل كان جدا، فرح راسي. يعني حاجة جميلة جدا هذا الوقت، لأن الناس ولات ما تقراش قليل. احنا مش مجتمع اقرأ، المفروض لو أنا كلنا نقرأ، كلنا أمة محمد، يعني أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكننا للأسف لا نقرأ قليل. ما كنقراوش، ما كيقراش هذا الجيل، ما كيقراش هذا الجيل، كي عنده التليفون، عنده التليفون في يده صافي يقرا في التليفون، ما كيقراش، ما كيتفرج صافي، هذا كي دور كي كيمارس يعني عينه في ديك الآلة صافي، ديك القراية راه كيجيب الله كل شيء فيها، وهي ضروري القراية، القراية ما كاينش بحال القراية. إما صحيح. قال اقرأ اقرأ دائما اقرأ، القراية موراها كل شيء، اللي ما كانش القراية ما يكون حتى شي حاجة. صحيح. هذا ما كان سيدة فاطمة بالمختار في الفنانة، نروح الآن للشخص الفنانة اللي راهي معانا اليوم، نشوفه في اللوحات الجميلة اللي راهي وراكي. يعني أنا أول مرة كي تكلمت معاك وشفت لوحاتك، يعني حقيقة العلامة كاملة. احكي لنا كيفاش جاتك الفكرة باش ترسمي بالإبرة والخيط؟ احنا نعرفوا الفن التشكيلي يعني يكون
بالألوان أصبعي والريشة أصبعي. وكيفاش جاتك الفكرة؟ أنا الطفولة ديالي كنت كتسهويني مع الأجانب الأجنبيات، كيعملوا واحد الخمار على راسهم أسود، هو مطروز بحال هذا الشكل ديال الألوان، الخضار والحمار الوريضات وديك الشيء، كنت كتسهويني ديك الخرق على راسهم، وديك كان كيعجبوني، كنبقى نشوفهم كنقول كنتمنى تكون عندي شي خرقه هذيك وندير على راسي هذاك بالطرز. ومن تما استوحت لي الفكر انني نطبطب ونبدا فيه. هو المره الاولى بديت على شكل غير هذا، غير عروسهم هيدا، وعمرتها بالقلم. واحد شويه صار يعني صرعاني انني نعملها، قلت هادو كيعملوا الصباغه انا نعمل بالابره. وفعلا صافي بديت بالابره، صافي الاولى الثانيه، الابره كانت عيب الابيض غير بدون كولور بدون الوان. واحد شويه بديت كنقول لازم ندخلش فيها الالوان وداك الشيء، ومن ثم بديت كندخل الالوان شويه بشويه، هذه شويه شويه توصلت لهذا المرحله انني كنعمل لهم الالوان ديالهم، اي واحد كنعمل له اللون ديالو. أول لوحة اللي رسمتيها بالخيط والإبرة في أي سنة كانت؟ ويعني الظرف اللي أنشأتي فيها؟ أول لوحة هي أكبر لوحة هنايا كبيرة، ولكن هي نوريها لك، أنا نوريها لك، يلا وريها لنا ونشوفوا واش ترمز. يلا اللوحة. نعطيو النظارات باش نشوفوها أحسن. ها يعني درت لوحة النظارة بالأسود الخلفية السوداء وهي بالأبيض، واش ترمز يعني هذه اللوحة؟ كاملة مزيانة. واش تعبر الفنانة؟ عيون الناس، هذيك واش تعبر؟ اللوحة كترمز لعيون الناس، لعيون الناس. إلا جينا نشوفوا لعيون الناس كامل، كل واحد فيه كيشوف، شي كيشوف في السماء، شي كيشوف المستقبل ديالو اش غيكون، شي كيتفكر في الآلام، شي كيتألم، يعني كل واحد اش كيشوف في الحياة ديالو، ما واش غيزيد واش غينقص، يعني غادي كيخمم، كل واحد العينين ديالو اش كترمز، شي كترمز صافي للسماء، شي كيشوف صافي قضيت غنعمل شي حاجة ما غنعمل شي يعني. وفي نفس الوقت كأنها كتدل على أنا بحال كأنها شي رموش، وفي نفس الوقت كأنها هذيك اللي كنعملوا بها بارابول ولا شي حاجة، يعني كلها عندها ديك العيون ولا ديك الشيء، يعني كترمز لبزاف الجهات، كل وحدة كتعني. هذا هي جميل. كل يعني كل عيون، كل واحد اش كيعني بالشوفه ديالو اش كتعني، كتشوف الواحد كل واحد كل اش واحدة كيعني بطريقة. الشوف ديالو. صحيح صحيح جميل. يعني الإنسان كي يتمعن فيها يشوف أشياء. ما شاء الله ما شاء الله. أنا نشوف أيضا من وراك الفنانة فاطمة صور أخرى بالحروف، أيضا هي كاتبة بالحروف ميرسي. وأشكال. ميرسي، أعتذر. معليش، نحيو البنت نجاة، تحية ليك. الأخت فتيحة، هذا بارق. يلا نشوف هذا الجمع من الناس يعني بكل الألوان. هادو بجوج الفريق كيكونوا الرقص ديال الرقص بحال ديال كان ديك ميسترو، كان ديك الشيء ديال الاطلس، كيكون صوت من هنا وصوت من هنايا ديال غناء الاطلس. جميل، كأنها حفلة. اطلس كيرقصوا بحال ديك الشكل ديال كيكون فولكلور، من هنا رقص كيكونوا يضربوا فولكلور. جميل باش تحافظي على التراث والموروث. أيوة.
ايوه جميلة الأشكال نلاحظوا الفنانة فاطمة، يعني عندك اللون الأسود محافظة عليه في اللوحات تقريبا كلها، كلهم ما كان رتاعي في اللون الاسود، ما كان ترتاح. كيعجبني نرسم على اللون الاسود، ما عرفتش هذيك هي الحاجه اللي ما غاديش تحيد لي، الراو الاسود هو اللي كنرتاح فيه. ترتاحي وتتغير، يتغير لون الخيط، الخيط هو اللي يتغير. ايوه هذه كتعني، هذه كتعني الانسان، هذا انسان آه مثلا الجسم ديالو ديك شي، يعني الحياة ديالو غادي هذه الطريق غادي غادي، ولكن في الأخير اش كيدي معاه من كيموت؟ دابا هو كل هنا مات مثلا، هو كيدي معاه الخير اللي عمل شي خير، يعني هذه معناه، هذه معناه دينية، هذه جميل، كيهود أخيرا كيهود كيهود دي معاه الخير، لا كان شي خير داره هو هذا. هذه معبرة، معبرة هذه اللوحة. أيوه هذه أسرة، هذه أسرة تعرف يوم الجمعة، الجمعة هيك كيكون تجتمع العائلة والأسرة. أسرة كيكون الكسكس، هذه كيكون الكسكس كياكلوا الكسكس هذه كل البيوت تدير الكسكس يوم الجمعة، الجمعة عائلة، جو هذا هنا العائلة. هذا الفاكهة كوار، هذا فاكهة، هذا باش يغسلوا يدهم كما العادة ديال المسلمين، الماء، وفي الآخر الحيوان عاطي حتى هو شوية في الطبيصة ديالو. يعني حتى الحيوان وتذكرتيه ما نسيتيش. ايوه الله عاطي الماكلة ديالو. مشكورة الفنانة فاطمة. سيدة فاطمة، يعني سؤالي، الأفكار منين تستوحيها؟ الأفكار كيفاش تجيك؟ أفكار أفكار اللوحة. جديدة، أفكار أحيانا كان دي أفكار شيء، أحيانا كنبقى غير الرسم كنرسم كنرسم وسبحان الله كتخرج لي حاجة، شي مرة كنبقى غير نبدا بواحد جوج صورة ثلاثة هذا، وكتكون الصورة، يعني نرسم ثلاثة الخطوط أربعة هيدا هيدا، وحتى كنبقى غادا فيها كتكون الصورة، هذيك بزاف كتجرالي بلا من هذا. هذه هي من جد وجد ومن زرع حصد، هذا المثل. جميل جدا. شاركتي في بعض المعارض الفنانة فاطمة؟ شاركت معرض واحد في ما قلت لك في نادي الموظفين، وموراها كانت بعد الوعود وما كانت حتى شي حاجة، قالت الوعود وقع يعني غنعملو غنديرو غادي غنديرو غادي صافي، هي هذيك ما عيطوش، وانا بقيت في العمل، لا، بقيت في العمل إن شاء الله يشوفوك اليوم معنا في برنامج نافذة بعيون مهاجرة، الناس يعني اللي مهتمة بالفن، يعني الفن راقي وجميل ومتميز كما هذا، يستحق فعلا أن الناس تشوفه وتستمتع به وتشجعك أيضا أنت باش تزيدي أكثر وأكثر إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. هذا البحر، هذا الصيد، هي الصيد صيد صيد صيد، أكيد راكي استوحيتي هذه الصورة من العرائش، العرائش هاي منطقة ساحلية. ما كيصيدوا كيصيدوا هذه مجرد يد منها، هادو جوج يعني عين اللي كتقرا منها، يعني يد في عندها بزاف ديال العوامل، بزاف الحاجات كدير منها، جوج العين اللي كيقراو، وفيها ديك حيوان، فيها خاتم، فيها كلشي، يعني اليد كتعمل كلشي. فيها عدة رموز، عدة رموز. نعم سيدة فاطمة، نعم إني حابة نعرف أنا وأكيد المتابعين اللي راهم يتابعونا، كيفاش تقدر السيدة فاطمة يعني توفق
وكنت تعملي يعني كموظفة توفقي بين هذه اللوحات وبين العمل وبين الأهل، لأنك ما شاء الله أم لخمسة أبناء، ربي يحفظهم لك ويطول في عمرهم إن شاء الله. شكرا. وكنت كان الفراغ ديالي انا ما انا مش انا ماشي اجتماعيه باش يجي عندي شي واحد دائما، ولا مثلا ديك الشكل الجيران يجي ويجلسوا، هذا الوقت عندي الوقت غير وليداتي والفراغ. كان غادي في هذا الشيء وقت الفراغ، كان الرسم، كان يعني كندير شي حاجه الفائده، اما باش يعني نكمل مثلا ديال الماكله، خدمه مثلا خدمت وجيت اي فراغ، ما نقدرش نجلس الفراغ جلسه هيدا خاويه مربعه، ما نقدرش، ما يمكنليش نجلس هيدا خاويه، ضروري نعمل شي حاجه في الدار، نعمل من غير نكتب، نخيط، اي حاجه ديال شي حاجه اللي تعمر لي الوقت مفيده. ما يعجبنيش الوقت الفارغ خاوي نجمع فيه، مثلا جي عندي هذه الاخرى تجي عندي الاخرى، نبقى نجمع في الباب، نجمع في الزنقه، ما نقدرش. عيني شاميشه، الخدمه للدار، الشغل، صافي المسائل ديالي الفارغ كنقضي في هاد المسائل ديال الشيء ديال الخياطه ديال المسائل، اي حاجه واخا اي، يعني نقدر من لا شيء ديال شيء. عزت جميل. بزاف عندي يعني من لا شيء نقدر ندير شي حاجة. يعني ما عندكش وقت هكذا تضيعيه، كل وقتك لا تستثمر استثمار في لا استثمار. ما نقدرش نضيع الوقت هيدا فارغ، فارغ ما يدوزليش الوقت فارغ، خصني ندير فيه شي حاجة، ضروري ندير فيه شي حاجة، كيما دابا كنرسم، كيما كنكتب، كيما كان يلا نروح الكتابة، نروح الكتابة سيدة فاطمة، واحكي لنا على الكتابة، على القصة القصيرة. الكتابة والقصة القصيرة، أنه من الطفولة الأب ديالي كان سبحان الله كيعيش وكيعاود بزاف، كي عنده بزاف المحاجيات، يعني المحاجيات المعودات، المحاجيات ديك القصص القديمة بحال ديال الوالد الكريم الوالد، بحال عنتر، بحال ديك القصص عنده قديمة، ولكن عنده رموز، يعني كانت بحال عنتر بن شداد، فوكاش قرأ فوكاش سمعها ولا فوكاش قراها ولا ما نعرف، وكيف يعني كان يحكي لكم القصص. كان كيحكي لنا واحد السيد من العائله، ملي كيجي دائما راجل من العائله كيجي كيحكي، كيجي ديك الراجل كنقول له جبتي عن القب ديال القب عنده ديال الجلابه، كيقول لها ما عامره، هي عامره، السيد من العائله عنده القب ديال الجلابه، ملي كيجي كنقول لها هي عامره، كيجي ديك الراجل كيجلس يعاود لنا عادي يمشي معاه، ومن تما تكون داك الشيء ديال القصص الصغار، يعني يعني تما بقيت خلقوا عندك المخيلة، عندك خيال واسع. ايه، وعندي يعني جبت مجله نقراها، جبت قصه نقراها، ديك القصص الصغيره ديال الابراشي اللي كتعقلي، الابراشي عنده قصص مزيونين، هذوك صغار قصص ديال العيال الصغار، كنت هذيك كلهم قيتهم هذوك ديال الابراشي، عاد كنت كنقرا قصص كبار، جورجي زيدان، ميخائيل نعيمه، هذيك ديال النظارات، وهذيك ديال النظارات والعبارات ديال شكون هذا نسيت سميتو، يعني دائما كنت كنقرا ذهب معادي، بؤساء، هنا هذا الوقت ديالي كان ديالي انا في الشارع في كذا في القرايه، اي يعني الفارغ، عمري ما كان عندي الفارغ، دائما عمر الفارغ، كان قرا، كان كتب، كان خيط، كان دير كل شيء، ولكن ما تبقى جالسه هنا ما نقدرش، الله قريت يبارك بزاف، الله يبارك. ما قريت بزاف الكتب، بزاف ديال الكتب اللي قريت. أول قصة كتبتيها وش من العنوان؟ بالنسبه لهنايا قريت قصه، وهذا قصة واقعية، فيها قصة واقعية، هنا كنت غادا الخدمة دابا كنت في بلدية، عاد كتبت من هنايا الخدمة، وأنا واحد العمارة كتبنا، أنا عليت عيني واحد السيد كاينو كيعدل عين، كيعدل في واحد البالكون، وهو يطيح، يعني طاح ثلاثة طبقات، طاح أنا تخلعت تربك، بقيت بين واش غنقطع كراطيرة، واش غنوقف، واش صافي.
بقات ملعوده بقات قزايده تجاوز ده وبقات ترعد على عيني جات الخلعه. مشيت لقيت بقيت كنعاود داك الشيء كنعاود كنعاود واحد السيد عندنا مثقف تبارك الله مزيان قال لي فاطمه عرفتي باش تحيي لك الخلعه كتبي المنظر اللي شفتي. وهي هذه اول قصه كتب ديك القصه هذيك ومورها انطلقت صرت القصه صرت الجرائد وداك الشيء ومن ثم انطلقت القصص ديالي وبقات لحد الان بقى كنكتب وبعد عندي بزاف الكتابات بقى ما صرتهمش عندي هي على عبق على مكتوب نعيب على الورق وصافي. نعم ان شاء الله تحافظي عليهم ويبقاو يعني ولا تطبعيهم في كتاب باش يبقاو محفوظين ما يضيع. ايوه ان شاء عندي الله. هل كتبتي فاطمة تقريبا من كم قصة كتبتي بالتقريب؟ وعندي بزاف دابا عندي اللي مطبوع عند بعيب الجرائد عنديها وما عندي عندي في الجرائد تقريبا شي 10 وعندي اللي مكتوب صارتهم لراسي في عاوتاني واحد المجموعة وعندي اخرين مكتوب بالستيلو خصهم يطبعوا خصهم يصوتوا مثلا اي مثلا جبرت اللي شجعني نصردهم لهذا عندي اليوم ان شاء الله نشجعوك ونسمعوا قرينا شويه مقطع من قصه اللي هي قريبه من قلبك سيده فاطمه. هذه صغيره وصافي هي الا اما اول قصه هي عندي اما نقرا لك اول قصه ولا نقرا لك نوبه السهو نوبة سهو مي على الطادي هذه الامتحان صرت الامتحان الشراكي 24 اكتوبر 2400 هذه نوبة سهو جنحت لهم لموقع ضليل فوق غرفة على السطح فرت من غرفة السفلى لتلوذ بالهدوء وتنعم بالصمت ضمت تحت سقفها كل أتات المتقاعدين أو أدوات انتهت مدة صلاحيتها أو استغني عن خدمتها تمددت على حصير قديم وضع هناك ووسادة نام عليها جدي مرارا أيام الصيف حيث كان يستعيد أيام شبابه الخوالي في عز البادية أشم هواء نقيا عضريا انفلت من التسرب داخل البيوت عبر النوافذ والأبواب واستند في مناطق العليا معززا مكرما غير عابئ بمعرفة أسرار المطابخ وأريج المخلفات جان بصري في فضاء واسع مزدهر بسطوح كقبور أثرية جحفاء شملها الفراغ إلا من حبال ناءت بالغسيل المرفرف تحت ضربات الريح أرخيت جوانحي كي تهدأ وأنعم بقسط من النوم اتخنت مسامعي زقزقات طيور بعيدة تحلق بالفضاء فأصبت بنوبة سهو تسمرت عيناي على موضع رسم على الحائط تأكل طلاؤه ليسفر عن طلاء آخر تحته تمازجت فيه الألوان استنفرت خلايا عيني وتخيلت المنظر كلوحة مجسمة ركزت عيني داخل الصورة التي صارت صورتين واستعملت أجهزة تحكم الطبيعية لأحول اللوحة إلى أشكال مختلفة مررت فيها الألوان وتنارت من حولها الأصباغ استعذبت المشهد فأدخلت المسافات في المساحات وأصبحت غير مسؤولة عن سير الزمن وامتداد المكان أخذت بالفكرة فظللت واجمة عيناي مفتوحتان على مصراعيها حتى أنعمهم لمدة أطول وأستمتع أكثر انبلج من رحم هذه اللحظة وقع الفتنة أسرة الفتنة الأسرة لكن السحر انكسر وانفلتت اللحظة لأجد لا شيء فقد تأثر المكان بفعل البرودة فحدثت تعرية
هذا كل ما حصل كانت قد تبعت عيني، تعبت عيني من التحديق فنمت. صافي، ما شاء الله، برافو برافو عليك. هذه قصة، هذه نوبة تستاهل. لا نحييك، برافو عليك لا سيدة شكرا فاطمة. على الله يجيب. نقول لك واحد، سيدة فاطمة يعني نحييك كثير رغم السن، يعني ما شاء الله ما زلتي مبدعة وما زلتي عندك هذا. بارك فيك، شكرا. الله كانت هذه القصص كلها لابد أن تجمع وتطبع وتوزع إن شاء الله. تماما، إن شاء الله إن شاء الله. هذه واحد، ما هو عنوان المجموعة سيدة فاطمة يعني اللي كانت ما درت لهم شيء، ما درت المجموعة بقى، ما يعني ما درتهم شيء، مازال ما اخترتيش؟ ما درتش شيء، ما درتش شيء زعما كتبت شي كتاب ولا شي حاجة. أنا بقى كنخدم وكندير وصافي. هذه واحد، هذه كانت واحد البنت خاصها تمشي لبرا، خاصها تمشي يعني لحدتها، كانت غتحمق باش تمشي لبرا. هذه سمعتي، هذه ابنتي، حدتوها عن ومضات الضفة الأخرى، زحزحوها، رفعوا من وتيرة نبض قلبها، حيروها، أقلقوها، ما حرمت غطاء ولا غذاء، عذبوها، لا بيتا ارتاحت فيه ولا وضعت رأسها على فخذ فمجديها، عانقها تراب الوطن ودغدغتها أمواج بحره فلم تسليها، رفرفت وهاجرت كحمامة كما تهاجر الطيور مربيها. هذه عملتها على بنتي، بنتي كانت خصها تمشي للخارج، تمشي 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 تمشي، مشات وين راهي الآن؟ في أي بلد؟ إسبانيا. إسبانيا. يلا نحيوها إن شاء الله، بارك نحيو الله فيك. اللي راهو هنا في سويسرا محمد. محمد، عندك أولادك تنين في الغربة؟ عندي في الغربة ثلاثة، ثلاثة ما شاء الله، عندي هدى ومحمد وأحمد، ما شاء وهنايا الله، عندي نجاة، هذه ولد ولد. ربي لك إن شاء الله. هكذا إن شاء الله نتمنى نشوفوا لك معرض هنا أيضا في ديار المهجر إن شاء الله، تجي تديري يعني عروض هنا، معارض فنية تستاهلي الفنانة فاطمة إن شاء الله. الله فيك. ايوه، مسائل صعبة، صعبة المرور. وانتي في انتي شخصيا يعني ما هي طموحاتك وش راكي تتمناي في المستقبل؟ ايوه، نتمنى كل خير، نتمنى كل خير من جات فرصة، من اي يعني اي حاجة جاب ربي بها تيسير، الله ييسر. إن شاء الله انتم كتعملوا معاد، إن شاء انتم الله كتعملوا نحاول إن شاء الله تكون اتصالات مع جمعيات وغيرها، باش إن شاء الله تكون عندك دعوة بإذن الله. يعني من الآن مع واش راهو حاصل مع هذا الوباء وغيرها، الأمور هي مجمدة حاليا، ولكن إن شاء الله في المستقبل احنا نتمناه. إن شاء الله. حتى في المغرب نتمنى إن شاء الله السلطات والمعنيين المثقفين كلهم يعني يعاونوك ويفتحوا لك أبوابهم إن شاء الله في معارض، لأنك حقيقة تستاهلي. بارك الله فيك، شكرا. الله يرفع المقام ديالك والمقام ديال الأسرة اللي عمل هذا البرنامج، وشكرا. يسلمك سيدة فاطمة، مازال البرنامج مازال إن شاء إن الله. شاء أنا الله. طلبت منك باش يكون تحضري لنا شيء يكون عزيز على قلبك، واش من يعني واش اخترتي باش يكون معانا اليوم في البرنامج؟
شكون من واش اللوحات ولا لا اللوحات؟ انا منك باش يعني تكون حاجه حاضره معانا عزيزه على قلبك، اعتقد هذا اللباس اللي راكي لابساته. هذا اللباس كاينه هذه لا تظهر لك، هذه كورتشا، هذه كنت قلت خيط انا كورتشا. هذا هو هذا اللي وعدتيني به. نعم قلت يا حنجيب عزيز. هذا فراش كبير غطاء ديال السرير، غطاء السرير نعم غطاء من جميع الألوان، من جميع من تحت مرة. هذا انت اللي خيطتيه. أنا خيطته. نعم، واش يعني لك؟ يعني ما هي الخصوصية اللي فيه هذا الغطاء باش اخترتي باش يكون هو اللي معانا وحاجة عزيزة على قلبك؟ في هذه الالوان ديال المسائل ديال اللباس البلدي، بحال هذا الثوب، هذا الثوب كامله كتعدل، كيتعدلوا منها الالبسه البلديه يعني ديال هذا الدفاين مثلا، كيكون القفطان وكيكون فوق المندفين. هذا شكل، هذا لون، هذا لون اخر، هذا لون، وهذا هذا لون، ألوان كاملة. ألوان كاملة هي الدفاين يعني بشكل في هذا، كل الألوان كاملة الدفاين دارت لنا يعني ألوان جميلة. بين اللون واللون هذا سطرته بهذا هذا السنت هذا وهي كبيرة، هي كبيرة واسعة طويلة يعني تغطي الفراش وشيت خير. جميلة جدا. وهذا الغطاء فصل الصيف ولا فصل الشتاء؟ يعني سخون؟ اي وقت انا عاد تغطى عيد ديكور فوق السرير، على السرير ماشي يعني الفصول الأربعة. هو الفصول الأربعة عنده هذا الفرو ديالو دايره من تحت، هو من هنايا بهذه الالوان هذه كامله، الوان الدفاين كامله دايره هنا. جميل. سيدة فاطمة، علاش يعني عندك هذا الحب وهذه الخصوصية لهذا الغطاء؟ ماشي الحب، لا ماشي، هذا هو تمين، يعني تمين فيه خدمه بزاف، وفيه هذا ثقيل في الوزن ديالو، ثقيل وفي المسائل اللي معدل بها يعني صعيب في المسائل ديالو، يعني ثوب كل ثوب في الشكل وتلصقيه وتخيطيه فيه تماره، ولكن هو تمين في الحب ديال تحطيه على هذا جميل، كيجي مزيون بزاف. لا واو جميل، او يبان لنا من هنا يعني باللي عنده قيمة. بارك الله فيك وفي اعمالك يعني وفي يديك ما شاء الله. بقى ما شتيش اللوحات كاملين، ما شتيش اللوحات كاملين. يلا زيدي ورينا، زيدوا نشوفوا باقي اللوحات. ودينا داك الواد كيكون الناس يصبنوا داك الشيء، الواد اللي كيكون يعمروا الماء هذاك. جميل، يلا نخلو المشاهدين ايضا يشوفوا ويستمتعوا بهاد اللوحات. الماء قديم اللي كانوا كيعمروا الناس الماء من هذا، يعني سؤالي الفنانة فاطمة، شحال المدة اللي يعني
في الوحده وده اللي صافي. باش تكملي لوحة. نعم كندير مثلا شهرين شهر ونص، من شهرين حتى شهرين شهر ونص. ربما اللي راهم يتابعوا فينا كاين بعض الناس اللي عندهم هذه الهواية والموهبة وحابين يتعلموا هذا الفن. سيدة فاطمة، هل كاين إمكانية يعني باش تعلمي ولا تقدمي دروس في هذا الفن يعني الفريد من نوعه؟ المسألة بسيطة، المسألة هي كنقبط عليه الثوم، والثوم أسود كنحطو على مثلا الطاولة هيدا المطلق كامل، كترمسي الحاجة اللي جات كترسميها بالطباشير، كنرسمها بالطباشير كدور كاملة بخيط بليبرة، بخيط بليبرة أبيض بحال اللي كنعلم هذيك الخيط أبيض، وعاد كنبدا نعمر هو ونحط الخيط العادي يعني خيط الخياطة اللي يخيطوا به عادي عادي خيط الخياطة، ماشي ديال الطرز، ماشي ديال الحرير، خيط عادي. خيط عادي. نعم هاد الصورة اللي كترمز لك، هادي هاد الصورة اللي كترمز لك، رجال الفضاء. لا شوفي مزيان، هادو الحراقة، هادو الحراقة، راه كلشي مخفي في الماء، هادو هادو غارقين في الحراقة، غارقين هادو في الماء. حامضين ساكن في الماء، في الماء كيير. صحيح صحيح. وهذه هي، وهذه شنو هي؟ هذه هي البيضة، هذه شكلها رمز البيضة، هذه يلا خليك تجاوبينا انت فنانة صاحبة اللوحة. هذه أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ياك؟ ثلاث مرات أمك 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 وأبوك. أيوه نحيي كل الأمهات، ربي يطول في عمرهم اللي توفى وربي يرحمهم إن شاء الله. هادوك راه هما كنا كنديرو الصغار، لا بقرا عرائس من هاديك، راه هي عرائس من خشب فوقانية، كنا صغار كنديرو العرايس هيدا، وكنتو عرائس كديرو عرائس من خشب من قصب. جميل هادي جميل. هي كل بالكو اتلانتيك، وهذا هذا بالكو اتلانتيك، وعندنا واحد الجهة اللي بدنا نمشي فيها إن شاء الله في المستقبل، جهة البحار، هادي هي البحار، الخردينات، فين كيوقفوا الناس، هذه هي الصور هذيك المرأة ديال هذيك، راه هي هذيك، هذيك واحد المسألة كنعدلوها، عرفتي هذيك المسألة اش كتعني؟ هذه اش كتعني؟ يلا شوفوا يعني شوفوا الرجال بالبرنوص والقدورة والله هذه اش كتعني؟ التقليدي والطهارة الختان. ايوه شحال عندك من لوحة حتى الآن سيدة فاطمة؟ هذه هنايا عندي 30، وفي 30 لوحة. بعد 5، وهذو 30 اللي عندي هنايا. يعني إن شاء الله المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا في المغرب وهم يتابعوا فينا أو في ديار المهجر يعني يشجعوك ويكون هناك يعني اتصال بيك ويشروا بعض الألواح، هذه اللوحات الفنية الجميلة اللي أنا أشوف فيها يعني ما شاء الله. ما شاء الله السيدة فاطمة، يعني بارك الله فيك على هذا الإبداع الجميل جدا، وتحية للأجات اللي رأيت وير. شفتي العرس المغربي؟ العرس المغربي شفتيه؟ نعم نعم ما شاء الله الأعراس المغربية الجميلة. جميلة جدا جو الفرح، ربي ان شاء الله يجعل كل البيوت فيها الفرح فيها الأفراح. هذا جهدنا والحمد لله. ما شاء الله الله ما شاء الله عليك.
شكرا، بارك الله فيك. يعني شيء جميل جميل جدا هذا اللي قمتي به وما زلتي تقومي به إن شاء الله، ما إن شاء زلتي في الله. العطاء، ما زلتي دي يكون عندك إن شاء الله لوحات أخرى. إن شاء الله، حياتكم إن شاء الله. شكرا انتوما، واهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. انتوما كنتوا ضيوف عزيزا علينا، وفرحتونا وونستونا، وجيتوا شاركتوا معنا هذا شويه الاشغال ديالنا، هذا شويه النشاط اللي عملنا شويه، شاركتوا معنا. واهلا وسهلا بكم. أنا نشكرك، دخلتينا بيتك وفتحتي لنا قلبك وحكيتي لنا يعني على طفولتك وعلى حياتك ووريتي لنا الموهبة الجميلة اللي راكي يعني تتمتعي بها، وحنا نتمنى لك إن شاء الله كل توفيق وتفتح لك أبواب كثيرة إن شاء الله لأنك تستحقين ذلك. شكرا هكذا شكرا، بارك الله فيكم، والله يعاونكم، وهذا البرنامج ان شاء الله نكون احنا خفاف على قلوبكم، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق ان شاء الله فيما عملتوا ان شاء الله. كل ما كتعاونوا الواحد كل ما ربي كيعاونكم. شكرا شكرا شكرا. رسالتك في الأخير سيدة فاطمة بالمختار للفنانين التشكيليين أو اللي يحبوا يكتبوا في مجال القصة، واش تنصحيهم يعني؟ يقراو مليح، يقراو اللي بغى القصة، ينشر القصة، خصو يقرا مليح أي حاجة، خصو القراية القراية. أنا هادي ما قريتش أنا الرسم وداك الشيء، هذا عيب يدعو صافي غير هذا، ولكن من ناحية القصة يبغى قصة، يقرا يقرا مليح، يقرا الكتاب، هو أهم حاجة هو الكتاب. الكتاب إنسان ما ينزلوش من يده، أي حاجة خصها القراية، أي حاجة، أي صنعة، أي حاجة، إنسان خصو يكون قرا، يقرا. أنا جميل. وفي كنت مجال كل شيء. سؤالي فقط، في مجال الفن التشكيلي تأثرتي برسامين من المغرب أو من الخارج؟ كاين واحد رسام هنا، ولكن بدا كيرسم وكي ما كي دائما غايب، ومؤخرا كان غايب شي شغل مهم عنده، كان غاب طايب بزاف من تما، ما بقاش عنده ديك المقر، ولا عنده شي مقر بجهه اخرى، ما بقاش يعمل رسوم، ولا كيعمل تجاره. هذاك اللي كان هنا في العريش كان رسام، وهذا واخرين ما عنديش اتصال مع شي حد. هذوك اللي كان، هذاك اللي كان عارف ديك السيد، ما بقاش تما، ما بقاش الحياه ديالو من الحانوت ديال بيع المسائل التقليديه، هذا الشيء ديال البلاغي والشيء ديال المسائل التقليديه، ما بقاش كيرسم. نعم، فقط كلمة تزيدي في الختام توجهيها للجالية المغربية والعربية اللي راهي في ديار الغربة، واش تقول لهم الفنانة فاطمة بالمختار؟ كان أهلا وسهلا بكم في بلادكم، بلادكم دائما يعني مهتمة بكم، دائما محشاكم، بلادكم دائما في انتظاركم، وما تيأسوش وما تخافوش، وما يكون على خير في المستقبل إن شاء الله. اللي توحش بلاده يعمل الإمكان ديالو كامل ويجي يشوف بلاده، وهذا البلاد ديالو، لأن الإنسان كيدور تيعيا، ولكن كيولي هذا المنبع ديالو، الانسان يولي المنبع ديالو يشوفه، وكل شيء على الله. الانسان ما ينساش بلاده مره، مشى لبلاده، واخا يمشي في اي موضع يتفكر بلاده، ويجي لبلاده راه هي كترحب به. بلاده دائما فاتحه يدها لكل شيء، اي مغربي فاتحه يدها كتنتظره. والله يعاون، الله يرزق الصحه. وراهم يشوفوا فيك المغتربين اللي راهم في ديار الغربة في إسبانيا في سويسرا في هولندا في كل دول العالم، راهم يشوفوا فيك اليوم، راهم يحيوك الفنانة ديما بهم، اهلا اهلا وسهلا بهم، وكنشكرهم الى شافوني ولا عجبهم المسائل ديالي، داكشي على قد الحال. وشكرا، ونتمنى حتى هما كل اللي كيبغي شي حاجه يتمناها يديرها في الحياه ديالو ان شاء الله، ولا تيأس من رحمه الله. انسان ما دام انسان في الحياه وعنده شي حاجه يديرها، يعملها، وكل شيء على الله، ربي هو الموفق.
إن شاء الله. باش نختم هذه الجلسة الجميلة معك الفنانة فاطمة بالمختار، ما هي الأغاني اللي تحبي تسمعيها باش نهدوها لك في آخر البرنامج؟ أغاني ربما كيف أغنية واحدة، تختاري لنا أغنية اللي هي قريبة لقلبك وحابة باش نهدوها لك حنا في برنامج نافذة بعيون مهاجرة ليك، ونشكرك كثير كثير على هذا اللقاء الجميل، وأنا سعيدة جدا بأنك كنت ضيفتي في هذا العدد، ونتمنى إن شاء الله يكون عندنا لقاءات أخرى، وإن شاء الله المزيد من التوفيق والنجاح في المجال الفني عندك وفي حياتك، وربي يحفظ لك إن شاء الله أولادك اللي راهم في ديار الغربة واللي راهم في المغرب، وإن شاء الله أنت طول العمر ليك والصحة والمزيد من العطاء إن شاء الله. وأيضا بالمناسبة نشكر القائمين على هذا البرنامج، المشرف على البرنامج الأستاذ عبد العالي الهمداني، وشكر كبير إلى التقني أيوب اللواق، ونحييكم أنا فتيحة عبدوني، وشكرا جزيلا لك السيدة الفنانة الجميلة السيدة فاطمة بالمختار. يلا يعني وشاكي حابة تسمعي في الأخير باش نهدو لك الأغنية لك. شكرا شكرا شكرا، والله يعينكم على هذا في العمل اللي كتقوموا به، والله يوفقكم والله يكون معكم، وشكرا. المغرب مفتوح بيده لجميع المغاربه اللي يجيو، مرحبا به، اللي مغربي ولا غير مغربي، المغرب فاتح يده، اهلا وسهلا بكل واحد. والغنية عملي لي هو صحيح الهوى غلاب، هو صحيح الهوى هو غلب من كلثوم. لكوكب أم كلثوم، أيه أيه، هو من الأغنية. من عيوننا نقدمها لك. شكرا نعم، جزيلا، شكرا شكرا جزيلا، بارك الله فيك، مع شكرا السلامة. بارك الله. نشكر كل متابعينا اللي تابعونا اليوم، متابعي برنامج نافذة بعيون مهاجرة، وإلى عدد قريب إن شاء الله. أستودعكم الله وفي أمان الله، مع السلامة. بارك الله فيك، شكرا 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 شكرا. شكرا. ما عرفش انا